أشرف جلالة الملك محمد السادس اليوم بمقاطعة حصين بسلة على تدشين المركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة بعد تحديثه وإعادة بنائه. المركز الذي أطلق عليه اسم مركب محمد السادس لكرة القدم سيشكل لبنة أساسية في البنية الرياضية الموجهة للتميز والتطوير وتطوير ممارسة كروية من مستوى عال. روبورتاج صلاح الدين الغماري عبد العليم كاوي. عناية ملكية موصولة بالرياضة وكرة القدم الوطنية تجسدت اليوم من خلال تدشين جلالة الملك محمد السادس للمركب الوطني لكرة القدم، معلمة رياضية بمواصفات دولية يحمل ابتداء من اليوم اسم جلالة الملك محمد السادس. المركب هذا أولا يجب التذكير بأنه كان موجود منذ عشرات السنين، تمت إعادة يعني تشييده في وسط هذا الفضاء الجميل جدا بجملة وتفصيلة، وكما قلت اليوم يجعله بما يمتلكه من منجزات من أرضية ومن بنية تحتية وطبيعة الحال صحية موازية، يجعله كما قلت ضمن مصاف المراكز الأولى عالميا، إن لم أقل الأول عالميا، وهذا بشهادة كل الخبراء. هي لحظة تاريخية لكرة القدم الوطنية من خلال تدشين هذه الجوهرة الرياضية الجميلة. زرت عددا كبيرا من المراكز الدولية، لم أرى مثل هذا المركز، إنه مكان خاص، هي هدية رائعة يقدمها جلالة الملك للجامعة الملكية من خلال تدشين هذا المركب. مركب محمد السادس لكرة القدم يمتد على مساحة 30 هكتارا، سيخصص لإيواء وتجمعات المنتخبات الوطنية لكرة القدم بكل أنواعها وفئاتها السنية، وقد تم التجهيز بأحدث الوسائل الرياضية، إذ يتوفر على 4 ملاعب معشوشبة وملعب مغطى ومسبحين وقاعة للرياضات، بالإضافة إلى توفره على مستشفى رياضي من أحدث البنيات الطبية بمقاييس عالمية. نحن نرى هذه المعلمة التي تفضل صاحب الجلالة نصره الله محمد السادس على تدشينها، لأنها معلمة إفريقية عربية ودولية بمعايير دولية، وهذا يشرف المغرب ويشرف المغاربة ويشرف الرياضيين ويبرز مدى الاهتمام الكبير بهذه القطاع الرياضي على جميع المستويات. بحكم التجربة ديالي في تقريبا واحد 4 ولا 5 ديال الدول، كنقول بان تقريبا اول مره كنشوف هاد لي كونديسيون اللي توفر عليها هذا المركز. إنجاز هذه المعلمة الرياضية مركب محمد السادس لكرة القدم كلف 630 مليون درهم، ويدخل في إطار إعادة هيكلة كرة القدم الوطنية في شقها المتعلق بتقوية وتفعيل برنامج التكوين على الصعيد الوطني، والذي ينسجم وبرنامج الهيكلة والتكوين على صعيد الأندية للرقي بكرة القدم الوطنية. مركب محمد السادس لكرة القدم أنجز من طرف الجامعة الملكية باستثمارات ناهزت 630 مليون درهم تنفيذا للشق المتعلق بتعزيز التكوين في البرنامج الوطني لتحديث البنيات التحتية لكرة القدم. هو بنية من الجيل الجديد تستجيب للمعايير الدولية. روبرتاج صلاح الدين الغماري وعبد العليم كاوي. مركب محمد السادس لكرة القدم تم تشييده بالمعمورة على مساحة 30 هكتارا، تجعل منه الأكبر في إفريقيا وواحدا من أحدث مركبات كرة القدم على الصعيد العالمي، يتوافق ومقاييس الفيفا، كما يتوفر على 4 فنادق منها فندق من 5 نجوم و4 ملاعب معشوشبة، إضافة إلى ملعب مغطى وقاعة لكرة القدم داخل الصالات و3 ملاعب أخرى العشب الاصطناعي وملعب من عشب الجيل الجديد، ستمكن المنتخبات الوطنية من إجراء معسكراتها في أفضل الظروف.
دابا صراحة الكرة عندنا عند المدربين أن المعدات عندنا، الملاعب عندنا، وخصوصا يعني النوع الرياضي اللي كنشتغل عليه أن الفوتسال، داروا لنا واحد القاعة في المستوى العالي، فالحمد لله ما بقاتش عندنا أعذار. دابا مطالبين باش نجتهدوا لتحقيق الألقاب إن شاء الله. جميل في الأمر أن كرة القدم النسوية تهي غتكون حاضرة في هذا السونتر، لأنه هنايا فين غنبداو ندخلوا الكاتيغوري ديال لي إيدو سات، لي إيدو كانز، لي إيدو فان ديال سبور إتيود، دونك كاين السونتر ديالهم موجود هنايا. مركب محمدنا السادس يتوفر على عدة مرافق رياضية أخرى، منها مسبح أولمبي في الهواء الطلق ومسبح مغطى ومسبحين للعلاج الطبي، بالإضافة إلى قاعتين لتقوية العضلات والتدريب، كما تم تجهيزه بأحدث التقنيات الطبية الرياضية، بالإضافة إلى مستشفى رياضي. السونتر من أجود يعني لي سونتر كاينين في العالم، دوك اسباير وداك الشيء راه مكلاسي معاهم هذا في المانيا، لان الاركيتكتور ديالها وكيفاش تتصوب هذا، يعني برافو للمغرب، برافو. كنظن بانه لو سونتر غيعطي واحد الاولويه لهاد لي جون، سيرتو سو لو نيفو دو لا فورماسيون، بالنسبه لي زانفراستركتور بانه غيكون عندك ام تي بيجو اللي تقدر تخدم مع هاد الوليدات وقت ما بغيتي، وتكون عندك واحد لا كونتينيتي في لو ترافاي ديالك. هذا المركب الوطني هو واسطة عقد مراكز أخرى تم تشييدها وأخرى في طور الإنجاز على المستوى الجهوي، مثل السعيدية، إفران، القصر الكبير، بني ملال وأجدير، ستعطي نفسا جديدا للرياضة المغربية عموما وكرة القدم على الخصوص.